أهلا وسهلا بكم في بودكاست فنجان قهوة، معكم حنين مهدي وضياء المنجم وأني زينب عدنان وحمزة آل حسن وأني فاطمة العامري. جتونا والحب من الكار مرحبا وحدة مليار وبصرتنا بصرتكم تكون ولو ما شالتكم القاع. لشهر رمضان في اليمن تقاليد ممتلئة بالدفء، لذلك حيا وقوا بكم في بودكاست فنجان قهوة. هنا في اليمن يحتفظ الناس بعادات الإفطار الجماعي في مساجد وأزقة هذه المدينة. عالي فوق السحب يا يمن السعيد، عالي 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 فوق الشهب من العهد البعيد. الأقصى رح نشرب قهوتنا وأجواء رمضان بفلسطين. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.